تحت طلب كثير من المتابعين انني نتكلم بالدارجه ونهضر على تاريخ المغرب وعلى مجموعه ديال المواضيع بالدارجه، لا باس ان نتكلم بالدارجه. واختاريت هذا الموضوع هذا ديال كيفاش ولا علاش تقتل احمد بوحنيني اول رئيس وزراء في المغرب اللي تقتل في الصخيرات. في البدايه شكون هو هذا احمد بوحنيني وكيفاش حتى وصل باش يكون رئيس ديال الحكومه عام 1963، وكيفاش كان المسار ديالو لا المهني ولا السياسي، واشنا هي اوجه التشابه والاختلاف بينه وبين الاخ الاصغر ديالو محمد بوحنيني، وكيفاش تقتل بقرطاس ديال الانقلابيين في انقلاب الصخيرات. هاد الاسئله دائما كنطرحوها باش نعرفوا بزاف ديال الحوايج على احمد بوحنيني، وكنقول لكم راه دائما كاينه اسئله مغيبه لانه ماشي هذاك التاريخ هو اللي كاين هنا، ولكن كاينه امور كثيره، ولكن دائما حنا كنقلبوا على ما هو اساسي وعلى قدر المستطاع. السؤال كيفاش كانت الموافقه السياسيه ديالته وعلاقته بالمخزن وعلاقته بالحسن الثاني، يعني الدائرة اللي كيدور فيها ديال القصر. بوحنيني هو رئيس الحكومة تسعود منذ استقلال المغرب 1956، وتشكلت هذه الحكومة يوم 13 نوفمبر 1963، وقع عليها تعديل حكومي جديد يوم 20 غشت 1964، ويعني انتهت الصلاحية ديالتها بإعلان حالة الاستثناء في 3 نوفمبر 1965. بقى في بلاصتو سنة وهو حاكم، و 11 شهر و 21 يوم، وكانوا فيها 15 وزير، 4 وزراء ديال كتاب الدولة. وتشكلت هذه الحكومة الثانية بعد تعديل حكومي، ضم في هذه الحكومة الثانية 16 وزير و 4 كتاب الدولة. من طبيعة الحال القصر ما كيشرحش القرارات ديالو، وعلى الرأي العام والجمهور على المحللين دائما خاصهم يجتهدوا باش يفهموا الطريقة باش كيفكر الحسن الثاني، وكأن الأمر يعني ما فيش بزاف ديال الصعوبة، بل العكس الأمر فيه بزاف ديال الصعوبة لفهم كيفاش هاد الناس خدامين. ولكن العائلة ديال آل بوحنيني كما كيسماو أنها كتعرف دار المخزن بزاف، أخوه الصغير محمد بوحنيني اللي تولى الحقيبة ديال الثقافة لواحد المدة طويلة وكان كيعرف دار المخزن والقصر والمحيط العام، قال لأحد الوزراء اللي بحر طالعين وما عندهمش يعني مسؤولية كبيرة في دار المخزن وما كيعرفوهاش، قال لي شوف ولدي باش تعرف أنك قبل ما تكون وزير دابا، يعني قبل ما تعين تكون وزير كنت راسك، ولكن دابا راك مخزني بالشاشيه، وعليك ان تكون يعني في الخدمه كاع النهار طوال الوقت، في اي وقت عيطوا لك مرحبا. ثانيا قال ليه يجب يعني خصك دير في راسك ان الملك ما كيفكرش بحالك وما كياكلش بحالك وما كيشربش بحالك وما كينعسش بحالك وما كيشتغلش وما كيخدمش بحالك، راه مالك عنده اسلوبه الخاص. انتهت الهضره ديال بوحنيني. بطبيعة الحال راه الخو الصغير محمد بوحنيني يختلف جذريا على اخوه الكبير احمد بوحنيني كثيرا. الاول كان استاذ عز عليه الشعر، والثاني احمد بوحنيني راه كان محامي خطير، خاض بزاف ديال المعارك السياسيه وكيعرف بزاف ديال الحوايج وكيعرف بزاف ديال الرجالات ديال المخزن وديال الحكومات اللي فايت، وكيعرف الرجالات ديال الحركه الوطنيه، وكيعرف كذلك بزاف ديال التاريخ ديال المغرب وكيفاش كتشكل القضيه وما فيها. المهم في 1963 تورط شيخ العرب والمهدي بن بركه وعبد المؤمن الديوري ومحمد البصري، هذا الرباعي الخطير، وغيرهم فيما يسمى بمؤامرة ضد ولي العهد الحسن الثاني.
بعد فشل الخطة الخماسية ديال الحكومة الأولى اللي وضعها واللي وضعتها حكومة أحمد بوحنيني، أبدات البلاد كتغلي وشهدت أزمة حتى وصل عدد المعطلين في الدار البيضاء بحدها ل 300,000 عاطل. هنايا جات ليك وزارة التربية الوطنية وقالت لك خصنا نبعدوا التلاميذ اللي وصلوا سن 18 عام من الثانويات والحقهم يعني بالتعليم التقني. وكان المبرر ديال الملك هذيك الساعة باش زعما كنربطوا التعليم بعالم الشغل اللي كان في حاجة للمتمدرسين عارفين شي شوية أكثر من حاجتهم للمتمدرسين أقارين وصافي. التفسير اللي قدمته المعارضة هي أنها التلاميذ ديال المؤسسات الثانوية راه كانوا خطر ويشكلون خطر على النظام لأنهم انشغلوا بالسياسة وفهموا كيف يفهموا الآلية ديال الأحزاب وديال السياسة وانخرطوا في عدد من التنظيمات السرية. هذا الانخراط في التنظيمات السرية هو الذي أقلق المخزن، ومن هنا غادي تجي بطبيعة الحال المنظمة ديال 23 مارس ومنظمة إلى الأمام ومنظمة لنخدم الشعب والعديد من التنظيمات اللي لحد الساعة يعني الكثير من الباحثين في التاريخ ديال المغرب يعني كيقلبوا على هذه التنظيمات وكيف خلقت. بطبيعة الحال حاولت المعارضة إسقاط حكومة بوحنيني عام 1964 وتقديم ملتمس للرقابة. وكانت هنايا يعني هذه اللحظة الفاصلة اللي حدث بداية شد الحبل والمضاربة بين جوج الأطراف الحسن الثاني والمعارضة. ويعني في إطار هاد شد الحبل غادي تخرج لنا ما يسمى بانتفاضة الدار البيضاء الكبرى في مارس 1965. ايوا الحسن الثاني طلع عليه الدم، فما كان عليه إلا أن يعلن حالة الاستثناء التي من طبيعة الحال غادي يسقط فيها عدد كبير من الضحايا. وهذا الانتفاضة يعني انتفاضة ديال الدار البيضاء غادي تنتشر وغادي تكون بمثابة أول امتحان غادي يدخلوا الملك اللي باقي شاب وعاجبه بطبيعة الحال راسو كيقول أنا راني خدام مزيان. فتم حل البرلمان شهرين بعد اندلاع هذه الأحداث، وليحكم الملك الحسن الثاني مدة ديال 5 سنوات راسه كحاكم مطلق. المهم نعاود نرجعو شكون هو هاد بوحنيني. أحمد بوحنيني هو تولد في فاس في 1909 والتعليم التعليم الابتدائي بسميتو فاس وكذلك الثانوي، والتحق بجامعة القرويين. كان سياسي معروف ومحامي مشهور ومارس القضاء، وكانت عنده واحد شويه ديال النزعه اشتراكيه، وهو اسس الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ولكن كان خدام، كان شخصيه ديناميه وكان كيتواصل مزيان مع البشر على عكس خوه اللي كان يتعامل بواحد الحس الثقافي وكان نوع من ما الى حد ما مترفع. احمد بوحنيني هذا ولد فاس اللي يعتبر يعني في تاريخ المغرب من ابرز الشخصيات التاريخيه والسياسيه في تاريخ المغرب خلال فتره الاستقلال. علاش؟ لانه تعتقل في عام 1944 وكان من الموقعين على وثيقه المطالبه بالاستقلال الشهيره. قبل ما تتحول الاحداث ويحصل المغرب على الاستقلال ديالو غادي يلتحق بوحنيني موظف بالمحكمه الابتدائيه بفاس، وغادي يولي كاتب عام لوزارة الداخلية. وما أدراك ما كاتب عام لوزارة الداخلية، ثم وزير للعلم، ثم وزير أول على رأس حكومة رقم 9 في تاريخ المملكة ما بين 13 نوفمبر 1963 و 8 نوفمبر 1965. كتشوفوا معايا من المحكمة الكاتب وزارة الداخلية الوزير ديال العدل الرئيس ديال الحكومة. ما شاء الله يعني السيد كان خطير بزاف في اللحظه، يعني ما كانش مزيانه. وكان حتى هو من المعروضين يوم 10 يوليو 1971 بالمناسبه ديال عيد الميلاد ديال الحسن الثاني في القصر ديال الصخيرات. جاء الانقلاب وكانت الرصاصه اللي دارت احمد بوحنيني خلال هذه المحاوله الانقلابيه الفاشله بالصخيرات
بزاف ديال تخلط الضرب، وجات مجموعة ديال القرطاسات في أحمد أبو حنيني، وجات فيه يعني ما غير لم يكن محظوظا ومات في البلاصة. إلى جانب مجموعة ديال الشخصيات الأخرى اللي كانت هي يعني من تخلط القرطاس وتخلط الضرب، مات فيها بزاف ديال 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 الشخصيات المهمة. في هذيك الوقيتة راه أحمد بوحنيني كان خدام في منصب، ولا يشتغل في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى، يعني منصب كبير ويعني من المناصب المهمة في تاريخ القضاء. المهم هذه هي النهاية ديال أحمد الحاج محمد بوحنيني، ويعني الأخ ديالو، الأخ ديالو محمد بوحنيني كان هذيك الساعة وزير ديال الدفاع، وساق الخبر بأن الأخ ديالو أحمد بوحنيني راه قتلوه الانقلابيين بالقرطاس في انقلاب ديال السخيرات، ومشى لإخبار الزوجة ديال الشقيقة ديال شقيقته الموجودة بمقر الإذاعة، أن بإخبارها بأنه راه رجلها مات وتم اعتقاله، حتى هو تم اعتقاله في سميته في الإذاعة، وبقى نهار كامل مع الرهائن وحفظه الله ونجا من الموت بأعجوبة، لأن محمد عبابو هذاك النهار ما لقاهش في الطريق ديالو، وما كون لقاه كون صفاه ليه. إلى هنا غادي نأتي على نهاية هذه الحلقة، إلى حلقات قادمة بحول الله. كان معكم عبد الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.